ثانيه الفيديو ده خاص بالمراجعه الثالثه اعدادي، في قرار جديد نزل ان الايميل نزل وكلمه باراجراف نزل ثاني مع الريفيو والبايوجرافي والشورت ستوري. طيب هنا بناخد السكيلز بتاعت النهارده. هابي رمضان، كل سنه طيبين بمناسبه شهر رمضان، بقول هابي رمضان. عندنا لانترن، لانترن يعني فانوس، لانترن هو الفانوس. فاير ووركس، كلمه فاير ووركس يعني العاب ناريه، العاب ناريه. ايه بس الصواريخ اللي انتم بتفرقعوها وبتاع؟ فاير ووركس، العاب ناريه، فاير ووركس. هنا بقى الايميل بيتكتب ازاي؟ اول حاجه ببروز الصفحه، ببروز الايه؟ الصفحه بالقلم الرصاص، واجي ناحيه ايدي الشمال اللي ما باكلش بيها، لزياره لموطن طبيعي في مصر. طبعا بكتب تو موجود لعلي وبيديك اسمك كمان فروم عمر واباوت، واكتب موضوع الايميل افيزيت تو ناتشورال وندر. ماشي، احط في الستوب كده اهو. طيب اهي نقطتين نقطتين نقطتين. طب في حاجه يا جماعه، لو ما ادانيش اسامي اعمل ايه؟ لو ما ادانيش اسامي اكتب تو بكتب الكلمه دي ليه فريند ومبعوت من كلمة مي من انا، لكن ما احطش اي اسمين، اكتب فريند ومي. طيب وبعد العملة بكتب دي، بعد عملة سوبر كده على صباح، بعد العملة بكتب دي، بعد العملة بكتب دي، بعد العملة بكتب دي، وابدا بمقدمة اي ايميل. هاو ار يو بيبي، هاو ار يو بيبي، هاو ار يو بيبي، هاو ار يو، مش هكتب بيبي طبعا، هنا بيبي معناها عزيزي. اي هوب يو ار ويل. بصوا اول طلعه هواني ما بين دير واليس، بعد كده في اول السطر اي هوب يو ار ويل، وات اباوت يور نيوز، ماذا عن اخبارك؟ ام رايتنج ذيس ايميل تو تيل يو، تيل يو ولا ينسوه؟ تو تيل يو يعني لكي اخبرك اباوت، واكتب اسم الموضوع والزياره. تاني يا جماعه ببرمز الصفحه بالقلم الرصاص في الاربع اركان، واجي ناحيه الشمال واكتب اباوت موضوع الايميل، وبعد العملة بكتب دير، بعد العملة بكتب دير، بعد العملة بكتب دير، واكتب هاو ار يو بيبي، هاو ار يو بيبي، هاو ار يو بيبي، اي هوب يو ار ويل، وات اباوت يور نيوز، ام رايتنج ذيس ايميل تو تيل يو اباوت، واكتب الموضوع بقى ايه اللي هو الباراجراف. في سوى دير تحت كده اكتب بيست ويشز اتر تمنيات كوما يوز كوما مبعوت من مين؟ من عمر، عمر نقطة، تبقى كوما كوما نقطة، كتب كده كوما كوما نقطة، كوما كوما نقطة، كوما كوما، تبقى تمشي في الشارع كده، كوما كوما نقطة، نزل كوما كوما نقطة، كوما كوما تبقى كوما وكوما ونقطة، في سوى دي تحت المسطرة كده بجيبها، تبقى ببروز السبعة عشان محدش يقول لي احنا ما خدناش الايميل، ده القرار ده جديد. كان لازم نعمل فيديو النهارده عن الايميل. ببروز الصفحه بالقلم الرصاص واكتب تو فروم ابر، وبعد العمله اكتب دي، بعد العمله اكتب دي، بعد العمله بعد العمله اكتب دي، واكتب هوايو بيبي هوايو بيبي هوايو بيبي. اي هوب يو ار ويل، اي هوب يو ار ويل، وات اباوت يور نيوز، ام رايتنج ذيس ايميل تو تيل يو اباوت، واكتب بقى الزياره. بس وشز يورس عمر، كوما كوما نقطة، كوما كوما نقطة، كوما 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 كوما، وده يبقى شكل الايميل في ورقة الإجابة كاملة. هي نيوز يا جماعة، نيوز يعني إيه؟ في أغنية حلوة كده على كلمة نيوز، نيوز الأخبار، تاخد اسم شعار نيوز الأخبار، نيوز الأخبار، تاخد اسم شعار وعمل معاملة المفرد، نيوز وفرنتشر وبوليتكس وماس وايكونومكس، ده يعتبر جمع فيك، جمع مش سليم، يبان انه جمع ولكنه مفرد، فبقول نيوز از او واز وليس نيوز ار او وير. ركزوا يا جماعه معايا كده، الايميل لازم اراها اشوف الامتحان، رايت ابارك ولا رايت ا ريفيو،
وهم اربع مواضيع متوقع منهم امتحان. الاولاني افيزيت تو ناتشرال هابيتات او وندر، زياره لعالم طبيعي. طب تاني موضوع متوقع، هاو تو كيب ذا انفايرمنت كلين، كيف تحافظ على نظافه البيئه. هو هو الريسايكلينج، هو هو هاو تو سيف ذا بلانيت، هو هو هاو تو بيلد ا جرينر وورلد. نفس الموضوع واحد. الموضوع الثالث المتوقع، بايوجرافي، سيره ذاتيه عن صفية المهندس، مادر البرودكاسترز، ام الاذاعيين، وموجود في كتاب المدرسه. ماشي. الموضوع الرابع بترتيب الاهميه المتوقع هو مثلا يو ريد اباوت ا شورت ستوري، قريت عن قصه قصيره، ولابد ان تكتبين البلاك بيوتي، الملخص على سمري البلاك بيوتي، القصه اللي ارتبطت الحصان بتاعت الكاتبه الانجليزيه انا سويلي. والزمن هيدور وهتعرفوا توقعاتي في الاربع مواضيع. صح زي الترم الايه؟ الاول. هيكون عاملين فيديو الترم الاول عن اونلاين شوبينج وكتبته على البورد، وهو اللي جه الاونلاين شوبينج. فبرضك بقول افيزيت تو ناتشر هابيتات او وندر. طب ما جاش، هاو تو كيب ذا انفايرمنت كلين. طب ما جاش، يبقى البايوجرافي او السيره الذاتيه عن صفيه المهندس واخت فؤاد المهندس، اللي هي شي واز ذا فيرست فيميل فويس، اول صوت نسائي ان ذا برودكاست. طب لو ما جاش هيجي الشورت ستوري عن البلاك بيوتي. يبقى دول الاربع مواضيع، ملخص العك بتاع المعاصر كله وكتاب المدرسه في الاربع مواضيع الانشائيين دول. تمام كده؟ في اي مشكله كده؟ فكده يبقى انا اخذنا النهارده الايميل اللي هو اختصار كلمه الكترونيك ميل، اللي هو البريد الالكتروني، وبدانا نبرز الصفحه في الاربع اركان، ولكن شمال تو فروم اراوند، وبعد العمر كتبنا دير، واول سطر بيتكتب ما بين دير والاس، وبعد كده من اول السطر. تمام كده؟ في فيديو تاني ان شاء الله هناخد حاجه جديده. الى اللقاء، جود باي فور ناو.